يسعد أوقاتكم. عن جديد عم نلاحظ كتير بالآونة الأخيرة وخاصة على السوشيال ميديا وتحديداً بالتيك توك جرم اعتداء على قاصرين وأطفال وبطريقة بشعة جداً، وللأسف أثر هذا الموضوع عم يرافق الضحايا ويشوه صحتهم النفسية قبل الجسدية، حتى سمعة أهليهم، حتى وصمة العار اللي بمجتمعنا ما بعرف إمتى بدنا نتخلص مننا. إذا قبلنا ضحية نحن منصير منلومه ما منوقف جنبه. هذا الشيء كتير بيزعل لأنه منتشر بالآونة الأخيرة وحالياً كمان. لهيك اليوم ضمن فقرتنا القانونية رح نحكي بشكل مفصل عن العقوبة القانونية المحددة للاعتداء على القصر بالقانون السوري، بالإضافة رح نحكي كمان عن شدة العقوبة والأدلة اللي بتثبت جرم الاعتداء. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا بالاستوديو المحامية ليلاس حداد. يسعد صباحك. 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 مزعج الموضوع اللي حنحكي فيه ولكنه واقعي، ولأنه لازم نحكي فيه فخلينا نحكي فيه من منطلق قانوني وبصريح العبارة. كيف وصف القانون السوري الاعتداء على القاصرين؟ كيف ميز مصطلح الاعتداء أو التحرش أو الإساءة لقاصر؟ هلا في عنا ثلاث أنواع للاعتداء، سواء قاصرين ولا بالغين. في عندك اعتداء لفظي، اعتداء جسدي، وفي اعتداء جنسي. هون عالج كل مشكلة لحالها بمواد قانونية. في مواد قانونية ميزت لنا بين البالغين والقاصرين، وفي مواد قانونية لا ما ميزت. طبعاً التمييز كانت بتشديد العقوبة. فحكي إذا بدنا نحكي بتفاصيل معينة فمنلاقي إنه في عندك المواد من 540 ل 543 هي مواد الإيذاء الجسدي، هي كانت القاصرين والبالغين. وكمان في مواد قانون العقوبات العام من 489 ل 499 هون كانت التعرض الجسدي. وبتعالج لنا المادة 498 كانت بتأكد لنا على اللفظي. وأنا كتير بهمني هذا الموضوع، التعنيف اللفظي. التعنيف اللفظي مزعج جدا لأنه هو بداية لتعنيف تاني، حتى بداية لتحرش جسدي قد يكون. صح. يعني في عنا مواد واضحة وصريحة بالقانون السوري سواء تخصصت تحت مظلة قاصرين أو غير قاصرين، ولكن القانون أنصف وحمى حقوق الأطفال. يعني اليوم بتعتمد شدة العقوبة على عمر الضحية ولا لا؟ أكيد على عمر الضحية. هلأ إذا بدنا نمشي بالتفصيل الممل ممكن فصل لكم شوي مواد قانونية. إذا ما نمشي على الإيذاء الجسدي، كانت المادة 540 بتقلنا أنه مين تعرض لإيذاء وتسبب لتعطيل عن العمل مدة لا تتجاوز 10 أيام كانت عقوبته بتصل ل6 شهور. في حال الشاكي تنازل عن ادعاء وعن شكوى بتنسى، يعني يعفى من العقوبة. بعدين بتجيكي مادة 541 بتقلك انه في حال كانت التعطيل عن العمل مدة تتجاوز 10 أيام بتصير العقوبة هون بين 6 شهور وسنة حبس. يعني نحن ما وصلنا للجنايات، نحن استعدنا بعقوبة جناح. تمام. في حال تنازل الشاكي عن شكوى بتنزل العقوبة للنص، يعني في عنا استعدوا الحق العام قائم. هون عم نحكي نحن عن البالغين والقاصرين. أوكي. المادة 542 بتحكي إنه بعد ما تزيد عن 20 يوم تعطين عن العمل بتصير العقوبة بين 3 شهور و3 سنين، سواء تنازل الشاكي أم ما تنازل. فنحن هون الحق العام بياخذ مجرى. والمادة 543 هون صار إذا في عنا عاهة، قطع، بتر أو إلى ما هنالك، فهون صارت عنا جنايات وتحولت العقوبة ل10 سنين أشغال شاقة. صار في شيء عنا مستدام لأنه روى. هون حكينا نحن بالجسدي، خلينا نحكي باللفظي لأنه هي مادة قانونية واحدة. 498 بتحكي بسياق المادة أو تعنيف لفظي. تمام؟ طب شو التعنيف اللفظي؟ يعني بدي أفهم عشان أنا بدي أرفع قضايا كومة عالم إذا وأنا معك لأنه أنا كثير عم يعنفونا لفظيا. ممكن مسبات، إهانات، تحرش لفظي، كلام مسيء مانو مقبول. اللي هو التلطيش. مانو هيك قصدك؟ عشان التلطيش أنا بشوفه هسه قليلة على الموضوع لأنه هو كلام مانو مقبول تحكيه بالشارع، مانو مقبول تحكيه بالمرافق العامة، مانو مقبول. فانت خلص تجاوزتي القانون والشرع والعادات والتقاليد ووصلت لمرحله. يعني اليوم انا اذا سبيت بقدر اخذ حقي بالقانون؟ اكيد. هلا انت عم تحكي على الذم والقدح. وصلنا لمرحله ثانيه احنا ما حنطلع عن سياق حديثنا. تمام. فمنلاقي انه
المادة 498 قانون العقوبات بتقول لك إنه بيتحبس بالتعنيف اللفظي سنة ونص. يعني إذا أستاذ ابنك بالمدرسة وبخه لفظياً قدام زملائه يحق لك أن تقاضيه وفق المادة 498 إنه أنت عنفت ابني القاصر وخجلته وكسرت نفسيته قدام زملائه، إيش عم أقول له أنا عم ربي؟ لا ما في شيء اسمه ترباية، خلونا عن ترباية لأنه أنت علمنا من ربي. هلا نجي على التعنيف الجسدي اللي هو التحرش الجنسي. الجنسي تحسه مستهجنة ولكن كلمة وصعبة إنه نحكيها، يعني خصوصي إنك أنت عم تصوصي. في حالات موجودة عم نشوفها بعيوننا طبعاً وجداً كبيرة منتشرة كثير، ما فيك تعطي إحصائية صح. يعني أنا كان في عندي محاضرة من فترة لنفس الموضوع، أنا ما قدرت أحصل على إحصائية لأكثر من سبب، لا في حداً عم يبلغ ولا في حداً قادر يعطيكي، ولا حتى بالقانون عندنا ما فيك تصلي له الإحصائية، والمنظمات العالمية ما عم تقدر تصل لك لإحصائية لأنه فبتلاقي في كان معلش بدي اطلع شوي عن الحديث. كنت قاعدة مرة بنفس النقاش هذا بس كنت قاعدة بمكان عام أمني، فبتجي صبية عم أم لطفلة عمرها 4 سنين ومع البنت ما قدرانة تحكي، يعني ما عم تعرف شو عم تحكي. أوكي. فومع الوالدة وبتعطي ادعاء لأنه هو كان بداية تحرش ما وصلانة، ادعاء إنه أنا بنتي نزلت على السوبر ماركت وهيك صار معه أول مرة تاني مرة عم إلا انزلي صارت تبكي فقالت لي هيك عمل معي. قديش عمر البنت؟ 3 سنين أو 4 سنين. 4 سنين عم تنزلوها لحالة على السوبر هذا اللي بدي أحكي إنه أنت وين كأم؟ يا جماعة بس لحقول كلمة على كمان. كل الأطراف طالما صحيح. الموضوع مؤلم من الداخل، في شيء اسمه سد الذرائع تماما. إيه يعني لا تتهم المتحرش بأنه أنت إنسان حيواني غرائزي فأنت ما بتقدر تضبط غرائزك قدام الطفلة اللي مطلعها لابسة قصير، اللي لابسة معظم أعضاء جسمها مكشوف هالأمور كلها. بس ثواني ثواني ثواني، بالنهاية نحن عايشين بمجتمع مالنا ملائكة كلياتنا. أنا من خوفي على هالأطفال عم بحكي، يا جماعة نحن عايشين بمجتمع ممكن يكون المتحرش أقرب من يكون إليكم تماماً. هلا من نلاقي لقدام من نلاقي أنه في عندك أشخاص طفلة عمرها 3 سنين، أنا ما عم أقول غلفه ما في شيء مغري طفلة، ناس أنا مالي قادر أضبط غرائزهم تمام. أنا بقدر أضبط غرائزي إلي، مانك قدراني أنا بحطوا هيك اللوم عليكي إنه أنت مشلحة، لا أنت مريض نفسي ومجبة. لا لحظة، هلا نحن إذا إحنا بسلاح ذو حدين صح. يعني نحن لازم أنا بحمي حالي وبنفس الوقت بدي أردع، يعني انا ما فيني اقول لك والله تخمري نزلي بنت صغيره وغطسيها، وكمان ما فيني احطها قدام مجرم ولا والله لا تقرب عليها. في عنا كي لا نفهم غلط، انا ما عم اقول قوقعوا الاطفال وحطوا لهم حرام ونزلوهم على الشارع، ولا عم اقول بالنهايه كمان انه اعتقدوا انه سمان الحاره ونجار الحاره والاستاذ بالمدرسه والشوفير اللي عم يوصل ابنك كل يوم ياخذه ويجيبه والناطور تحت البنايه وكلهم حبابين، لذلك انا خايف. اعطيني حل قانون. اي انا بس بدي كفيكم كانت السيره انه الشخص بيقول لها انت كيف بتقدمي الشكوى؟ ليه لا؟ ليش قدمتي شكوى؟ مو خايفه على بنتك؟ انا لساني تخيلت حالي لو كنت ام شو بدي اعمل؟ لا انا بقدم شكوى مو بس مشان احمي بنتي، انا بدي احمي كثير بعدها، لانه هيدا انه اذا هيدا اول وحده خافت والثانيه خافت وبلش بالحديث الاستاذ انه خايفين من العار، لا هذا ما له عار، انا مجني عليه، انا ضحيه. والعار انك تسكتي. ايه الحل سبق وحكينا انه نحن القوانين عالجت هذا الموضوع، بس بدنا حدا يشتكي، بدنا حدا يوصل صوته. مثل ما قال لك انه مالك خايفه على سمعه بنتك، حتى اذا تماما اذا بتلاحظي العقوبات عاليه، يعني في عندك الماده 489 بتقول لك من اكره قاصر تحت سن ال 15 سنه على الجماع عقوبته 21 سنة إشغال شاقة، هي عقوبة ما أنا قليلة وأنا بتيجي علي بتمنى إنه إعدام، يعني ما قليلة إنه أنت عم تنهي حياة بني آدم كل العمر. المادة 291 بتقول لك إذا جامع، يعني ما في إكراه. هذا اللي كنا عم نحكي كمان قبل شوي تحت الهواء، يعني إنه أيوة بعض القاصرين يعني عمرهم 14-15 سنة هن المنخرطين بهذا الجرم تماماً وبإرادتهم الكاملة. السوشيال ميديا للأسف خربت الدنيا، فبتلاقي عقوبته إذا كان تحت ما أتم ال 15 سنة عقوبته 9 سنوات، إذا كان القاصر المعتدى عليه ما أتم ال 12 سنة
عقوبته بتصل ل 15 سنه. واذا كان في قبول من الطرفين هل هناك حكم على تماما؟ هيدي الماده اللي انا عم بعطيك اياها، هذا جواب سؤالك. أوكي. ما حدد لنا من جامع قاصرا. الماده اللي قبلها عم قالت لك من اكره قاصرا، هون ما في اكراه، هون ما في اكراه، هون جامع. طب في حال تكرار هذا الجرم اللي عم بيصير، هل بتصير العقوبه اشد ولا بتضل نفسها؟ طبعا هلا انت صرتي قدام مجرم عنده الموضوع سلس بقى متسلسل، تمام، ما بقى بيستفاد لا من تخفيف، ما بقى بيستفاد من تخفيف العقوبه، دائما بناخذ اشد العقوبات بالنسبه له، بيكون عنده تاريخ جرمي. تمام، يعني حقول كلمه، اذا كان في ام عم تشوف انه ابنها عم ينضرب، هلا ما بدنا نقول عنف جنسي، عم ينضرب من قبل ابوه عم يضرب ابنه يوميا تقريبا او بشكل اسبوعي، او حتى الاب عم يشوف انه زوجته عم تعنف جسديا اطفالها من مبدا انه انا تربيتي صارمه، في تعنيف قاتل بسبب امراض سمعنا هيك حالات، حالات وفاة، هل يحق للام تقديم شكوى على الاب انه ابوهم عم يضربهم، جوزي عم يضرب اولادي؟ كيف ما هي بتقدم شكوى عن طريق النيابة العامة، بتحولك للشرطة، في عندك تقرير طبي شرعي ومنضيفه للإدارة، مثل نحن لما بتتعنف الزوجة، هو الطفل والزوجة كمان هن مسارين مع بعض، أضلع قاصرة نحن بنقول لهم، فمسارين مع بعض بيتحاكم مثله مثل الغريب، يعني ما مو لأنه والله أبوه أو في أمه. عندك المادة 492 بتقول لك من جامعة طفلة قاصر بين 15 و18 سنة إذا كان وصي شرعي، إذا كان أصوله شرع من الأصول شرعا أو غير شرعا، أو كان من أصهار أصوله، أو كان رجل دين أو موظف أو رئيس مؤسسة أو موظف بالمؤسسة، بيتعاقب 9 سنين. معناتها نحن شددنا العقوبة 9 سنين. بس هون أنا عم بحكي مو الاعتداء الجنسي، عم بحكي إنه جاب علامة ما منيحة مثلا، هذا بنرجع لمادة مواد الإيذاء، في إيذاء، في إيذاء جسديا، كان نفس الطريقة بنمشي. أوكي، يعني مؤلم الحديث عن جد، بزعل وبيغصص انه اليوم في ناس بالشارع عم تعتدي على اطفال، وهذا الشيء لا ما في له تفسير ولا تبرير، وما فيك تحطي لهم اي مبرر لهي الناس. تمام، يعني هلا ما في، مو قصه ما فيني احط لهم مبرر، نحن هلا بزمن مو بس بسوريا، بكل انحاء العالم صار في عندك الجريمه كثير عم تعلى، والردع عم بيقل، والخوف من الـ من الـ من الاش انه تفشي اشاعه او مبلغ. لا تفشي الافشاء، فهذا عم يخليك انك انت تسكت على جرحك، سكوتك على جرحك عم تروح عمر الطفل اللي قدام، حتى الانثى المعنفه من زوجها ممكن تكون هي مو بس خايفه تحكي، هي خايفه من المجتمع انه تقول انه انا عم بتعرض لضرب، او ما عندها بديل، ما فيها تترك البيت وتمشي، تماما وين بدها تروح، هيدا بنرجع للجهل. تمام، يعني بنرجع لظروف المجتمع كمان. صحيح. اللي عنصر منها هو الجهل. انا بس بدي اتشكرك كثير لوجودك معنا، وانا بالنسبه لي كثير بخاف من هالمواضيع، شو الثقه اللي بيبعث فيها رب اسره او ربه اسره طفله عمرها 4 سنين او 5 سنين لعند السمان لحالها؟ نحن مالنا بمجتمع مخيف، اوكي، ولكن عم نسمع سمعات، ديروا بالكم على اولادكم. بس نحكي 15 ثانية، بدي بس اعطي ادلة اللي بيتعرض لهيك موضوع وهو بحاجة لادلة دائما، في عندك شهادة شهود، لانه كثير بتعرض هذا الموضوع انه انا شو بدي اعطي دليل انه انا بنتي تعرضت او هيدا، في عندك شهادة شهود سواء شافوا الجريمة او شافوا اداة الجريمة، في عندك اقوال المعتدى عليها نفسها، في عندنا الطب الشرعي والطب النفسي، وفي عنا السوشيال ميديا نفسه، يعني في عالم بتصور حالها لهيدي الدرجة. بعتذر إذا طولت، شكرا كثير لك، الله يعطيك العافية، احنا كثير استمتعنا بوجودك معنا وسعد صباحك، شكرا كثير لك.